أهلا بكم من جديد. زاوية تويتر هذا المساء حلقتنا، لماذا فاز الهلال ولماذا خسر النصر؟ يوسف الشعيلي طالب إعلام جامعة الملك سعود يقول الهلال جنى ثمار قاعدته السنية واليوم أثبت ذلك، أما النصر لا يزال يتخبط بالتعاقدات مع لاعبين انتهت صلاحيتهم. أين يتساءل يقول أين قاعدة النصر؟ عمار يقول لأن النصر صعب يفوز على الهلال. عمار ما يبغى يتعب نفسه في الإجابة. السبب الفكر بين إدارة النصر والهلال، النصر يعتمد على رجع الأندية، الهلال يعتمد على شاب الصغار، هذا هو سبب فكر الإدارة. زيد الوردة اللي يقول هالكلام. بدر الخالد يقول فاز الهلال بأخطاء النصر والهلوسة الإعلامية للاعبين العالميين، ويقول أيضا عمر حوساوي ما قصر. أيضا يقول أنه لأن هذا الهلال ولأن هذا النصر، بكل بساطة الهلال فريق يعشق التحديات، هذا فيصل البطي. فاز الهلال لضعف إمكانيات النصر أمام الهلال تحديدا في ظل الظروف التي يمر بها الفريقين. أيضا فاز الهلال بسبب أخطاء عمر حوساوي، وبعد الهدفين فقد لعبوا النصر الثقة والعودة لأجواء الجماهير. تحول لسكايب، سكايب في المرمى. نتحول الآن إلى اللي ينضمون الآن مشاهدي البرنامج. الأول الزملاء ما أعطوني الأسماء طبعا إلى الآن. محمد الغامدي من الرياض. محمد كان سؤالنا لماذا فاز الهلال ولماذا خسر النصر، بعدك ناس كثير في السراء، عطنا الإجابة سريعة. مرحبا فهد بطال. أهلا. حقيقة المباراة اليوم كانت خسارة للنصر، ما كانت فوز للهلال. طبعا لا جديد. نعم. الإدارة دائما تصر على أنها تتفاجأ بالهزيمة. نعم. والمصيبة الأكبر أنها تطلب مننا برضو إحنا نتفاجأ. الهلال تعامل مع المباراة من أول نصف ساعة بعد ما انتهت. نعم. النتيجة تعامل كأنه في التمرين، يعني بدأوا في إمتاع جماهيرهم، اكتفوا بالنتيجة. الإدارة عندنا طلعت الوليد بن بدر. طيب. صرح طيب. هو يتحمل المسؤولية. جميل جميل. طيب. محمد شكرا. محمد نرجع مرة ثانية المواجهات للفريقين. بورانا يقول مواجهات الفريقين بآخر أربع مواسم التي فاز الهلال تلعب دور نفسي باللي بلعبة النصر. أيضا سعيد الكناني حاط صورة حلوة، سعيد الكناني يقول روح الهلال وعنفوان شبابه ممزوجة بنكهة الخبرة. ببساطة يقول الليلة الزعيم حضر ولذلك انتصر. الزملاء اللي بمر عبد العزيز المهباش أيضا يلتحق بنا الآن من الخبر. عبد العزيز أهلا بك. حلو البرواز اللي انت حاطه يا عبد العزيز. الله يعطيك العافية. حياك الله. بالبرواز أقول مبروك الفوز يعني. ها الله يبارك فيك. الله طيب يبارك فيك. ليش فاز الهلال؟ والله لأن الهلال مش على قاعدة، يعني طيب. كان عندهم البداية من لو تلاحظ حتى أعمار اللاعبين اللي كانوا موجودين غير منتهيين الصلاحية بشكل أصح. نعم. بعكس النصر، النصر يعني صراحة سكراب الأندية الباقية اللي قاعد يأخذها. جميل. هذا سوء النصر. شكرا عبد العزيز. يعني ما بقى وقت يا عبد العزيز، أشكرك. يعطيك العافية. اتصال النت حلو عندك عبد العزيز، كان ودنا نكمل وقفته مع اليوم الرياضي في دقيقتين. على ملعب الأمير عبدالله الفيصل تغلب اتحاد جدة على الفيصل بهدف دون رد في كأس ولي العهد. الهدف سجل أو حمل بصمة محمد بوسبعان في 74. اتحاد جدة ضمن مقعدا في نصف النهائي. طلبت هيئة التحقيق والادعاء العام في مكة المكرمة غرب السعودية من الشرطة إحضار لاعب اتحاد جدة محمد نور لاستجواب في قضية لم يعلن عنها. وضحت صحيفة عكاظ اليوم الاثنين أن الشرطة أصدرت تعميما بالقبض على اللاعب في حال رفض تسليم نفسه بحسب ما قالت عكاظ. يحضر أعضاء شرف ورؤساء سابقين لنادي القادسية لتجمع بمقر النادي بالخبر صباح الخميس في محاولة لتسجيل اعتراض على قرارات إدارة النادي وتفريطها باللاعبين، آخرهم الجزائري الحاج بوغاش المنتقل للنصر. سيطالب المجتمعون باستقالة الإدارة الحالية. في الدوري الإماراتي لكرة القدم نجح الوصل بالفوز على الشارقة بهدفين مقابل هدف واحد ليرتفع رصيد الوصل إلى 18 نقطة فيما تجمد الشارقة عند 9.
وتعرض العين المتصدر للخسارة أمام النصر بهدفين دون رد بهذه النتيجة. بقي العين عند 27 فيما ارتفع رصيد النصر إلى 24. استمعت محكمة التحكيم الرياضية اليوم إلى قضية الرئيس السابق للاتحاد الآسيوي لكرة القدم محمد بن همام ضد الاتحاد الآسيوي. اعترض فيها على استبداله بالصيني زانغ جيونغ حتى انعقاد كونغرس اتحاد اللعبة شهر مايو المقبل. أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السويسري جوزيف بلاتر على أن مونديال قطر 2022 سيقام في الصيف. وأوضح بلاتر أن أي تغيير في موعد البطولة يجب أن يسبقه طلب من الدولة المضيفة. كان النصراويون يأملون أن تكون هذه البطولة ذات النفس القصير بطولتهم، لكنها لم تكن. أربعة قاسية قالت بوضوح مالك أمل. لقطة ختام بلمسات عبد الرحمن العروان، وأنا ألقاكم. ترقوني واسكتوا خلوا العتب واللوم.